كسماء يمانتا مدحوينها جمهورية فدرالكا سوماليا دل كان حكومة أهورو مقاي كينياتا وحي أفضد هاي مانتا إما شدي سا مقالة كسماء أهورو مقاي كينياتا مانتا وزير كي نقا شان نقا دولة فدرالكا سوماليا يتليهنا سردون كغانا كسوماليات يتلياش عيدا ك يكوى كينيا وحي أفضد هاي مانتا دولة كينيا إني مانتا مقالة كسماء يمادان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عاقي هل كان نقص وعيسو أدوكم بالله بيهم. علي عيسى ورسمه. علي عيسى ورسمه، علي عيسى وسيد واركتها. إن مقالة كسمايا إذا ماذا كينيان كويستان. وهي هذه الدولة الدستورية هي كول قريكرين. ومدحوينها كول قريكرين. إن لا قنصل قب عدو هيستو. دبدنا متقانا لوكودا واقو إن عدو قال لك حرية. تلفونك كلا اسكتني بالله عليك. هلو. هلو. عاد بان هرت اخو السلام يا شعب كالصومالية المغلية عاد بان اخو السلام. واقر تقرات كان كلا الدمي. عاد بان اخو مالي استاسي. بان ما انت عد بحنتو ما انت يضود ما انت وحاوي. مقالة كسمايو إيكو يتمنك سنة عيدة مدى كينيان كوهيستان وعن هايدي الدولة دا كوهو القلقرين وايو مانتا رمان ما ملقوالي دا دالك كجلو بوتلان كونفر قلبيد قل مدوك هرشابي اللي مقالة مقدشو هاي أدها دستوريقة هاي الدولة دا ويكوهو القلقران وزارة دها ما ملقوالي دا وزارة دها كلاوي شقيان وي وضا شقيان حالك اي وضا شقيان تكرد حين دولة فدرالكا صوماليا يمامل كان قبل كجدد باش مقالة كسمايا فردي. السلام عليكم عيال كان غزو عيسو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحاوي أحمد وحنقصو عيا فلان. أحمد وفلان سيدو أنك تائن كسمايا الله قوصل قب عدو هيستو. والله وتقيصن هاي وليبو ويسر راكتي. هذه عاد سببتها سببي. ها وحان سببين يا ميهو وحاوي هدا معركه جيسك افريكا عدو والبماركتي حالد وجهد سياسه ويس بده شيء معركتي هراقي يرا او تي بي الف ميل والبطاس عندها وتاغيان ويبقيان مركا الا وحال ليهي عروتي من السناوي وخي دنبا كسو عرره كسمايو دمع كنيا اسي غدبيه الله يا عزك مركو وحال لده هاي ما دام اي قب عدو هايستو دولدو لما شعب الصومالية دو حلو بها هي لو اقوصد قب عدو هايستو لغنا حرية ها الله يا عزك حق حق ولبن نيكا نيكا او ميشا هايستونا دي عدو والبو ميشا كنو لو اوشد بلا عدالة يعني قوكي هادلا قريقا اقي حركمتهيد دقالا اقي حركمتهيد رأي اقي حركمتهيد مركا كيسما يقوكي نفتي سنفتي سب وبقيا مركا ميل عبين يو نينا كسوق جران دور الشيء وحاول يدخل مواطنين تحقق شو قاد بلو مارك تي لو بدك تسوي سير كريه برنامجك قاد بعد ما هتصنت هاي قول ايسو أيوة فيلان ولا أيوة. سوى فيلان السلام عليكم مقع عاقيال كان نقص هو عيسو موادين السلام عليكم مقع عاقيال كان نقص هو عيسو سوي أنتوا السلام يا هذه يا دماغ دوك برا بسوي أنا كده داوني أحب ده السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سلام كد بيب. وحوي دل بين الناي. الدنيا كملها عمرها حبنا بين الناي والدولة من يسا يأرينه يسا بدي يبرر عمرها حبنا يا ودي سوا مجرد. صح. وحنا كقل دمي أو نكقل دن أو ما دمي يلا عن نقطة أو مسياسيين تنادي الرجوياش عن نقطة ما من الجبل هذا عن نقطة وحققل دن فدري الكبا كقل دن وحلا رحيا مجرد الله يعزك
مركا فدرالكا ان دلكو وحوي فدرال وحوي مامول غوبلد اورتوغيال بلايا اشورها يوم مامول كيتشوغان يودوين كولا يا اشورها اذا ما ماركت ان دلكا اكنيس غوبل كيتشوغان بلاو تلغلي ان دلكا وحوي سياسديسا ان دورشا هبي هاي ماركت دورشا فدرال يا هبي اي تاي ماركت اما بدا اما بري اما هو هبي تاي أما دلك الدفاع الحدودي صادق تاع دولة فدرال كارس وحصار المرة بنك ملحوينا كرسي وخذ يعني مسؤول كا دي إب لي غاي دي شرف لي غايبة آت يا آت قوليس أقوى يهن قوليس 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 سو ما رد عف بس قبل توتها كرسعة مركان وحوي دبعته هذا نجنا وحوي جل بقول هذا لواتن جل لواتن أورو برقبة الوحري يو بهوش النقطة وحوي دوردي وحوي من الحوينا هذا من الحوينا يدو كلام إذا هاي وحوي يلي نور بثمان من الحوينا الله يلي نور من الحوينا سواه كامجرد الله يعزك آت بدم حسن تتبدل فر بدم بان سوقي ما أنت وعدين آت بان كل سلام يا ولال قوليس مركا مركا ولال الله أنا كنت هلا سومالي زين آية هذا جرت ما أنت وحيلا لا يرتشو ليبيا سفال آب فربلاً يبصر آب فربلاً يدو كهذا بسوم مرتي إن ما أنت وحوب حياة إن نلبع وحوب حياة نلك لأن نسكدري دور الشرع وحوي هذا إن بالحوي هذا لك محمد عبد الله فرماجو إن أنا وحياة فربلاً أنا في جدنا هذا كلا خدنا عن جدنا تدو دماء هاينا عند الخدمة يو وحوي واحد بنها جودة هو سبب وعبش عليه يا مدرس الله يعزك مركا وحوي هذا أنا وحقو أنا أنت بقرا المايا سببته على دركا دور شق في هذا هالجيا لي ويجي ذا نوانكي نوانكي قليلا يا هذا أما ما ملقو هذا كسر كذا هالنقدين أما سياسيين تلا مش راح يصير بانو هالنقدين ويجي ذي كينا وادي أنت تري يعني فتح أول بروبري. أت بعد ما حسن تتفرب من السوق أسوأ يا جوليس 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 ولا كي أت بعد ما حسن جاي ما أنت ضد وبلارن تاي السلام عليكم عجل كان نقص وعيسى موادن السلام عليكم. عليكم السلام طلع بريفاتو. ما جا عجل كان نقص وعيسى. الله يا. ما جا عجل كان نقص وعيسى ولا. ما جا عيو أبو محمد محمد عبدي وحكم ما جا داري مين سنة وحكا أسوأ يا. وقويك الصوماليا الله يا عزك الله يا عزك دريتي صدوا ورهر وقوي أدبانو جعلنا هاي وعدد قبا سيدو عرقتها مقالة كسمايو وقوي يتوان سنة عدو هايستين دولة بالبرا فشلنا يسي هيا لها الدولة دانا إكاهو القرين مدحوينها وسنتيك كرين أهورو كياته يا مدحوينها الصوماليا وإفلد أهورو كياته إن لو أقوى صدق قبا عدو هايستو والله نيهو صوماليا هورتا هقو لي ستالي عمد كرانسا صح marka in dal in magaalo kamid ah ama gobol kamid ah dalkeenii in leeyahay cadow ba haysta sah waiska xaalad adag de ha ma cadow ba haysta hay'adii dawladda kama hawlgali karaan marka aad baan ku salaamayna guuleyso magacaaga halka naga soo wacayso walaalka Soomaaliyeed salaam aleekum magacaaga halka naga soo wacayso aleekum السلام عليكم محمد وعلي وحكسو نروي. السيد وارك تام قال لك اسمايو كوي توصل عدو هايستن ودولت دي شخصين فشلسي وتي حسن فشلسي وأنا هيدا دولت دكوز كول قلكير أوصل دولت دك كينيا يسراكيش عيدا ككينيا أي إيمان أيان مقال لك اسمايو أيقون أمر دولت الحوي دي سن هل كدولت الحوي سراكيش يد ديارة الوسوع اللي سو ما أنتوا كواجب ما هن إن لا قوس دميل أيسن متقانا أي عدو هايستو عن دولت دكتل شرقي محمد سؤال في عن أني نصب عن وحاسكو لنحكي مع حتى الشيخ محمد الشيخ شريف مقرد
للغير مقدشة ما شاء الله إله يكبرك خير ما تزوج من ملها أحمد مدوبي أحمد مدوبي وحوي قف صومالية وأت وبيبضن ما قلت صح مركة حس الله يعزك وكم أغلينا ما أدري وكم أغلينا الشرق ريا شرق ريا ضد وحساس يقول ما أنت الله وكلا كعيو ما أنت الله وكلا كعيم مايو ما أنت الله وكلا كعيم مايو هاي هلو هلو أغل كريم قد كاكون أغل كريم قد كاكون قد كاكون قد كاكون قد كاكون قد كاكون السلام عليكم السلام عليكم أغا عقل كان نغسو عيسو مقالة مدح الصومالية مواد سيدو أركتها إنك اسمها الله أقول سيمال عدو هايستو آدي آد آدي آد مقالة دا كسمايو ومقالة والدي كرا عدو باهايستا دي قوك سو مواد لو صومالي دكي مواد دين تاي شعب كعبا انك اللي قول لينا يا تعدي ايكو هايسو كين يبا يا لمقالة دا كسمايو مقرد ما شاء الله سببي مركز سبب تدل هذا إن لو قوس جو عدو هجتو جو عدو هجتو على جو قوس كراشر يجي يقلب دمين في الصومالية يمن نمدي يموافق دي بانشرين إن وعلى جو معمول هي إن تعدي قبيلة دي يو معنا قرن نمدي يو لقت جاي أو قبيلة دي يو معنا قبيل يو ما يرا ويرا إنه عاد معنا تقول جالس يا لك اسمعي عاد بعد ما سنت هاي موادن قد كحيقة مقع عيالك أنك سوى عيسى قد كحيقة مقع عيالك أنك سوى عيسى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقع عيالك أنك سوى عيسى سحنوني بانفلا يا إنا تاي لبر كلام بدل لي وصابك أنك سوى عيسى ما أنت دود وحيكو سالسان تاي مقع لك اسمها يهورو كيات هايستو ما أنت كرام الله قوصان كرا إنا تاي قوب عدو هايستو كوسعو سببي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الله أقوصنا أنكر بالكدة أما دو كسر وميل عدو هايستو وميل عدو الشباب عبدايستي هايستو إيا الشباب شاتي الدولة دير نوغة شغي لكن ما أنت عبداري أحمد مدوبة إنو الشباب تيولي لا شغيو مركا ما يدو كدة الشباب با هايستو وحيتكو غاني سانو الدليل وعين الشباب هايستو أحمد مدوبة مركو الله ببلوت كين يفديي أوكي يلا صوب بلنتو تري دتك وحي هلا مدح كغو دولتي في الصومالي انا ربد دو استاد حتى وحشون واي انو انت سو دغو ان غورغو مدحتويدا اسو كوشيغاي لكن اني غورغا دتك لاغو قلاانو اقانو و اورن واي انو انت كو خلخن كايو اسدا جاجوسينتا اسا كوسيي او يا رب الله تشدو كليغيسا دياردا كسو دغاي اي ربورك بي قدبه كجيديي دولتي خريد كانو جيروي horta waa arkaysa hata waa al shabaab aan aqli lahayn siyaasadna lahayn en marka markuu soo dagay oo Kenya warkay soo fartay uu sheegayna ma uu ka tacsiin dadkii la laayay oo birmageyrada ah oo shigshiga ugu horeeyo kuwi ka horeeyay iska dheh oo tacsiyoodii waa la dhigo xogaha la ilaabi fadhi shigshiga ugu horeeyay oo madoobe yiri intaan ka maqlahay magaalada lugu dheere iyo wiilashu adeerka u hayo jirjire ka yimid laaya ولتا اسا كمو كمو شيغن كما تعسيين صبوت وا انو دوه حتى المين انو دوه ورا الله نحرس دبدكي دنتي حدو ما مسول شيغن هيو سيبو دي كرا مركا اسا وا الشباب او كو هوستي سكو قشاي او بيركي كليا كلا بحي ان كتعسيين غوبلكا غره لهي غو سو وريجي انو وحان اركا ان ايسليتر لغا ديغو الو الو ماذا عليك هذا سوى اسمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي الصومالية هاي الصومالية كنت هلا اسمه غير برمها ناها هاي الصومالية سوى ركت أحمد مدوين لقد يقو إلا أقول صدق بعده هاي استو أذر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاوة سبحان الله تلاوة هرلو قال إن النقطة وهاي Hello. 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 Hello
سو كجر عطك شعبك كجر كسمايا إن لا قل سدم وادر وقاب عدو هيستعاد بعضو أفرح سنتا يسمع وصور دوينيسا هذا قوليس قوليس هاي الصومالي هذا سيد وعرقتا أحمد مدوي ما ملكي السمك على كسمايا إن لا قل سدم وقاب عدو هيستعاد كسمايا ترسنا عيال وأسيقايا سعب صومالي هيا ومد الصومالي وإن فرعي وأبو كفر قعان كديد لها هرادي تقريقا وإن محكمة للسوق هذا أصير يعرف الجوان كيني الله يعزك أنا كيني وحبيب مصمعين كيني وحبا وابلق مكلاي مكا سنببو لك تواصور الضاء مركا بدك أسوا بلق وحالله بيقى ميلا لكن كان مجاعي إيه سبتك إيه عسوقي وويلس إيه عسوقي سر إيقى إنه وحل بكسر إيه كأسرى الدولة الفدرالك دلك أنا والله قابت آد بلق وإن مكا الجبهداء قم قبلياتي الدلك الرضي السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام. مقع عيال كان نقص وعيسى. مقع عيسى وحنكسر وحياة مقع عيسى وحياة محمد. أوكي تلفن كتير أنا قلنا جايسين يسدمي تلفن كان نقد دعوني يسدمي كان عادي كان نقله هذا كان كله دمي كان نقد دعوني يسدمي. أيال واندمي تلي واندمي كلام كلا الله يا أيال أحمد يسون أكيد يفكر كي مكمل من كنا تأد يا أد بنقول صدق وين الناس يدور كتام قال لك اسمعيو عندما ذكرنا كويستان لا قال صدق قوم عدو هايستو كوسع أكيد يا جن كم يتم قال لك اسمعيو لا قال صدق وين حاجة هايستو مركو فرمات كبشين كمريكا ككو حذاي فرماين احمد ملوك اسمايا صلاح حرشتي اديقا يا فرماتش يا ورطا نقل الوزي نبوالينا وصعا ام حان دقوة سيسا وحميسا مقيت بضوضتا مر كي اكو بشي كمرايكا كاب كفي قيسين بواسه وصو انتري اسمايا اوكي اهد بعض ما حسنتي اهد بعض ما حسنتي الله كبرك يا هو يصو مغالية هو يصو هو يصو مغالية واحنو ستاي عنو كلمة بانو هو يصو مغالية وليو احترانو وعدو وصي النابتري وحلينا الله كسو هديو إلهي كسو هديو وحن رمنا امد الصو مغالية تاقير ياشا احمد مدوو اللي قولي هل سو داين لكن وحا كحرام افلقات دادا أفلق أدرك حرام هلا وما قاعد يلقى الناس وعيسو لما ركان في ليو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم محمد زالي لا إن خرطة كل إن وحكوا يدينا أنا بفكر كأنا مشنت أمام سنة اسمعينا ما أهم من العدو هيش سببي محيطة سببتي هيدا هدول دبوه القلايين محيطة سببتي عيدا بدل الله قصر وحن كل سببين هي إن أمسون بجوكتا كسمايو واسودي مقدشة وكلا وغانديس وجوغان هادي معناها للي هي على قد حيو أمسون كسمايو جوكتا وإنو كو مقدشة لقد حيو هعرن السلام عليكم من مغليسا هعرن سؤال بانكو يدنيا هلو هعرن أمسون تبايدا بجوكتا يا أمي صمت الجوكتو بندوينة هاي أداها الدولة ده مهر استاغان سراكين شمعينيان دورة شادة مديدان دولة ده مفرقريان إن وحانو بسونا هاي صدح تريع عيدا وحوق دلخ الصوماليات ودولة ده سيقدم بيه أي مقعابين وحال لغسو عليا البابكا وحانو بسونا هاي وزير كي نقاش عن ديك دولة فدرالكا الصوماليا إن وصدح عبين جين قد قطع الله إيربورك مقالة ده كسمايو وقبرية كينيان أسوقو حرنا halka munaka juma ay toos u soo galayso halka taliyaha sirdoonka kenya uu toos u soo galayo marka miyaan la oran karin meel cad uu haysto lama oran karo because in waxaan la oran karin madaxweynaha ayaa sabay inuu ma aragtaa la heshiiyo ahmed madow ninka mesh aad buu maasiyay waqtigiisa uu ka faa'iideystay waqtigiisa uu ka faa'iideystay hada muwaadinka kale soomaaliyeed soo dhawow magacaagii halkaad naga soo waayso السلام عليكم. وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد علي وأنا عبد الرشيد علي ولا داو حكاسو يا سعود عربي ساتها ولا الكي يا أهلا بك سعود العربية. سعود العربية بلد بلد المباركة سودو وبلد الكرامة إسلام تقصو عيسى سيدو عرفت مقالك اسمايو إن لو قصو قب عدو هيستو ولا لو وحنا أركا خلط 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 بأنا أركا إلا حتى قم بأنا هين درينا وحنا أركا ولا خلط آد بلارن وكلي وحما قرأت معناها كتا غيري سو انتي معناها فكر خلطان ولا تأي من نصو ماليات ايو ودي من نصو ماليات انتي نقود ارنين كتا غير سن احمد مدوبية وحي لمدا حانو ارقنا طب معناها بهدرين وحين درين ايا فكر صو ماليات ايو ودي من نصو ماليات الله يا عزك وايو دحالك نيبو بحين ايا بدي نيبو ديب ايا وحان ربعين عصيدو كلامات صو مالي اللو داقو وحيسلسي ما جاش بمر رجع يان كونفور قلبيت كونفور قلبيت وزارة عافيمات كونفور قلبيت وحيسيت توصل ولا شقيسة وزارة عافيمات كدولة فدرالكا وزارة أمنية وحيلا شقيسة وزارة أمنية وزارة بيرها وحيلا شقيسة وزارة بيرها حالك ما ملك مقالاتك اسمعي عيد ولا شقيه وزارة كيان كأي دولة كيان يسردون كده ويوفض ضدها ما أنت تريه إن عيدا كحوق دلك الصومالية وما فضوا إله تجمع مقالاتك اسمعي حالك يقول فضوا تريه كيان جديدة المقالاتك اسمعي السلام عليكم مقعد يا كان درس وعيسى مواطن السلام عليكم السلام عليكم مقعد يا كان درس وعيسى مقعد والله الجمال بالي رادا وحنكم الله في سويدن عدك يا كلا دودان وقود قلنا نيوهو هرطا نيك احنا نزولي رادا وان عدوه مقرد صح واني كينيات يبلايو طول سنة دلكين نقول هاي مد حكتنا فرماجل افتركي سنة وعدو خلاتو أرساق بقنين إتوبي وطواي نقاط لكين يوطا كنن إتوبي وطا لبا دينا لبا دو برادا أنكعوني سنة دلكين آد من كو سلامنا قوليس آد من كو سلامنا مواتك أفركي سحر بوها سلام عليكم مقع عقل كان نسواش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد القادر أحمد جامع عبد القادر أحمد جامع سيدو عليك تام قردك اسمايو عقبتك واحد دول النبض الصوماليات عندما كيان كويستان اللي هو قصده قوم عدو هايستان والله اليوم مقالة كتمايا ومقالة الصوماليات عدو نما هايستو ما عمر كتب بلانا كتاليو أحمد مدوبي وانا نولا الدورتي رنت هدان كوش شاقو هاي هاي واخو بغلينا ان اوكي سؤال بان كوي ديريا وما اركو ان لهايستو مقالة كتمايو وحاو أركانا مقالة أو قتلي أحمد مدوبي أحمد إسلام من صوماليات ووطني أه وحق له وحقوق له مركة ساسا وأركانا برامج كالسياسة دينيني أوكي مايا مايا فيري أدوك هبودن واحد الشيء فكر كاقات دي بتا أنا هاي الدورن أنا كنت درباي أوكي أيه. سؤال مركة سؤال شان كوي ديني أيه. وحيتهاي وحانو كسونا هاي ترياشي عيدا مدى الدولة الفدرالكا الصومالية أو الدولة الفدرالكا الصومالية أمك عودك اسمايو كما هو القلي كران وزارة ده الدولة الفدرالكا الصومالية هاي أده دي كما هو القلي كران كما هو القلي كران دولة دي دحية الصومالية مقالة ده كسمايو هل كبا يدوى كو القليسو هرشبه اللي كو القليسو قلمدو كو القليسو بدلاني كو القليسو وزير ده النبي أربورك لقصو علنا يا مقالة ده كسمايو ميال الأوركر ومال عدو هجتو أو يا حكومة هل كمونك الجوم استسو قليسو هذا بس خلاص بعد جرو سياسة. عاد يا عاد دروب داون كبح ماشاء عافية ما تبغى لقصينا يا. عاد يا عاد سومالي سكر في يعني عافية ما تك قبتو. في سومالي عافية ما تك قبتو. السلام عليكم مقع عاقية هل كان نسوى عيسى أحمد هو تاجر كرتا قف كان له واحد قدبن. السلام عليكم. عليه السلام. مقع عاقية هل كان نسوى عيسى. حسين بليل على مريكم كرتا سوى يا ولد. حسين و سيدو عرقتا أحمد مدوبة يا مامول كبقالاتك السباية كجرئ كيجان كاين لو أقصد قوب عدو هايستو قوب عدو هايستا ها أرتوا ضد صوماليو دو هاتا عدو مدين كرنا وقبيل قبيل وحيابين نعص والسود والسود قالي كرا وان لغي شين كرا وعدو ما أها ضدك وعلمه ولا لها أي بحمد السيد أذن وعذيرك أحمد دوبل وإن عذيرك يظلمون دارو بسلتهين ضد صوماليات بل هدد كل اللي هالله يسا ميديا كلا هالله يسا سيوها وان لسديل كرنا وان لهشين كرا ضدك وان لسديل كرا وان لهشين كرا لكن أركتدا قعان تبالين تكيني وحاقو أكا إنا يتحي قلب صومالي أمنا يعني سديلو
لكن أيضا إن صورة حق الشعب أنا قد قال بروح. أوكي إن هاي هذه الدولة أي كشي قيم ويا المقالات كسمايو وزير ده أربعة هذا اللي بحره تلياش إذا ما ده اللي قصوا عليه إذا ما أنا أمي صمها هنا كيانا هايستان إن أوامر الدولة ده أي كشي قيم ويا المقالات كسمايو هلك وزير كا جندي كينيا منك الجومة أي ساعة ساعة وسوقري سو هلك وزير كا جندي كسماريا وسوقري كريم مين اللي أوري كريم العدو هايستو وأخير قرن أو هذا قرن نمضي ما يهدي عضوه إيه جد جواب منك الجومة ويفرد إذا ويدحفر إذا ساعات ساعات بيسوق ليسا every single day report كأربور كالوكا لقاطة ترياش عيدك كان يأسر دون كأي مادو مش مقالة دو ومقالة دان كنمت ومقالة دان كنمت عضوه سيادو عركتا ما إني كان يسوق شيء ما أمرته كان يأني ما أمرته بان هاي مقرس محمدو يا إذا إسمائيل سيوان مالك عاد يا عاد بو ماسيه ولا الكاسي ولا لو أنا محمود سيد ذلك ما محمود سيد وراني فوي محمود ولا ذلك ما الصومالي بنهاي السلام عليكم قاعد أقول كذا سوا عيسو كبر تروت داون السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم صومالي واد أركيسان عقلي كان نوع عاصا واد أركيسان إجرش حمضة نكاسي وحقولي محمود سيد وعذيرك ما عذير إيه المعذير إيه ولا قلت الدلك والله مري بتباديسي دفاع الدلك أن مرينا وردلك يجي والله هيستاب أن مرينا دلك والله هيستاب إنه تاجنا هي ولا ليال السلام عليكم ما قاعد يالك أنت سوا عيسو هلاو السلام عليكم ما قاعد يالك أنت سوا عيسو هلو عبد العزيز سبحانك صلى الله وبارك عبد العزيز ودايه وصوق اسمي مصدق عبد العزيز وسيدو على تن مقالك اسمي الله ان مقالك اسمي الله قول صدو ميل عدو هيستو دروب داون وارونتا وايروا عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز مجالك تسمعي هدي عن كاور عن كاور هم وعمل عدو هو حيث وعن الصح وعيو عظيم هو كفشة ومجال الدقيه جاجوسين في الصومالية الله يعزك ومجال جاجوسين تكيا هيسته جاجوسين مركة وحاوي أحمد مدوبة قلت بعد اللي قدين لها يا ماشي الصفقة وانا وقوانا يا ماشي وقدين لها دولي لها إن شاء الله قوليس 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 هلا ومقع عيالك أنا سوى عيسى ولا الكبد لنا محلنا هاي هنسوى عند قد عيارته السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته عدك يا كرو قادولا المعانا دور هذا لا مش فينا سكتك أولا السودة وو برنامج هو لون شعادة ها أولا الو لون هاي السودة وو سيدو أنا تلقى لك اسمه يلا قوس قم عدو هايستو هلو هم عدو هايستا وحا هايستا محا هايستا عدو ونبا ولا الكاسي إنا مبلوغرين نوير هلا هذا ومبلوغرين نسوالي سوالي ومبلوغرين إنا ولا الكاسي وانا نفت إلهي ونوكير نفت إلهي ونوكير نفت إلهي ونوكير ورنا على تكو قد عدو مدديس السلام عليكم وعليكم السلام ورني عشرنينا ورنا قتقنا على طول الله يكو قد عدو نقبح 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 وندا هلو السلام عليكم هلا اختي في الله. السلام هيا هضل. هيا صومالي سك هيا صومالي هيا صومالي سك انكو سعلي هيا صومالي. هلو سعنوني والله هل وقالي بقوة قصوة مقضي دسك عدة ودولة يا أحمد مدودي وحالي صدر مقدس سؤال قدم كان نرالكي أما ها أمباشاكوركي سوماليا وفل دي يشيل دي حسن شيخ وكي شلع دي يتوب اللي أنا سغيونو دي السي كالبسيت أيقو كان سدي إن مدودي هاي مركز سومالي حتى هدي تكريجي مرخا تفري ممر ما يولي aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay guuleysu guuleysu aad iyo aad baad u mahadsantahay guuleysu doodo maanta waa xasaasi doodo waa xasaasi doodo waa xasaasi marka waxaad leedahay in goobta loo qaso gabcada weesto salaam alaykum salaam alaykum magacaaga halkaan naga soo wacay sawlan
هلا هوي الصومالي 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 هلو عيالك يا احمد مدوه فريسان الله عيالك احمد مدوه فريسان الله هو يدي ما لقى سارية وحن كلنا اولانو لقى فريسان السلام عليكم كسو هوي ها انا دا فجر انا دا ولي كسو هوي ماركا وحن لي هاي داتكا انسين داتيرا ايو مالنا اللي سين داتيرا اينو حقا لقى هدلا اللي جاري دونا الهي هاو بعد صلاحه امد الصومالية ايه kenyaatiga abdoomalaha samanka waaweyn ay meesha ku leeynaayaan bisaar galin 24 saac diyaaradooda ku xasuuqaan dawladda inay hadda wax ka tiraa mabar dowlaha lagu qaado barqacad ha laga qasto gobolalaas ha laga xureeyo jubada dhexe jubada hoose dada awalba ma haysan waayahan dambe inkastay kenya rusheedo eel waaqiya dadka ku leeyda calosha nala xanuunto annaga wadankeena annaga iska leh soomaaliyaan nahay meel kastoo joogno waa wadankeena halow magal maqla aad iyo aad hooyo aad iyo aad hooyo ilaahay qeyra ku siiyo hooyo aad iyo aad lagu maqla geesiyadii xalane xalane walaashi sibaatay waxaan rabaa qabiil iyo baraay ka daba wareegaan قبيل يا براي انت كذب وريدين وان دلاقدين عندها فرع اشتغل يا عدو وطنك الصومالي كسر الدوله تكريبه حار كيبه من وعلى نظيفنا ايو اصدقك لي ما هذا داني واحد بس كلنا ما عرفت وهذا كفى اذا كان داني دك بالغ هلا قاتو يري ما كافي وما كذي داني ارتاهي ضمن ما عرفت بيرك قهايان حاهاي توي انا 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 ببب جيسان واحد waraan la jirin baryahan dhan dollar 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 oo ku waa wadanka wadanka Soomaaliyeed waay ma aha America muska qayb kamida dadkan adawba ee dalayda ee daaraha ka dhisto wadamada shisheeye aan iska qabanno shacabka Soomaaliyeed ha ugu dardayn ninkan aabaha dhalay inuu yacniga ANN qabiil iyo baraayo iyo waxaan la garanayno aqri la isweydiinayn waryahay ka cabsada war ummada Soomaaliyeed haloo wada istaago kii bariiska heli kara kan kale ee qofka looga taagan yahay u hadal ee walaalka ee Soomaaliyeed waddankan 40 milyan oo Soomaali ayaa iska leh oo meel walba ku nool waana wada ilaashanayna Kenya wax ka qaaday ee Bani iyo Imaraad wax ka qaadeen hadii dollar hal la siiyo oo yiri Imaraad kacada boosaaso ma ahayn dadka oo cuna qabateen ku sameeyo ee yiraahdo waxaan dollar ahayn lama qaadi karo waa dadka dad Soomaaliyeed waay Imaraadna uma dhalanin Ameerikana uma dhalanin shirka Soomaaliyeed aan leenahay annaga ee aan ku aftirsanaa oo maxay ta Ilaahay na siiyay shirka Soomaaliyeed waa inuu garow iyo boosaaso iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo meel walba oo ka socda aad baad umaasay marka waxa aragga tikeega ee musabbiix u horeeyo أسلم لان سبحيي أنا وهذا وحنا قبيل أشكم مشان ما يساخ أنا من اللي يراسل عادي جاي وحنا كل شيء ده أبوه وات من تأوانا إن النقران ودن ك هودي يا جروه ده من ما دي سنحت هاي تكري دور كي قشين حق الصومالي لا كصوب حي مقدشة ما تكون تكون كينا إذا ده كل هنا إذا أنا بدور ده نهار من اللي كي أنا أي بربار سمير سرال سر أتلو هو أبا الجدي dowladda shisheeye oo waxa ka dhigay hadda iyo dan qabta keenna iyo midnimadii si isno ku taamilaa waan farxi qabnaa ahna nolosha dowladana ay u yahay waxa ka yahay iska yar maanta kismaayo hadda sidii dowladda ma hadhay aragtay shacabka oo walba uga ee hooyo saa ka qoran ka hadli jeey maama kan yaashu Soomaali wallahi billah maama waxa kala maartay ma sidii dowladda maama 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 tigreegi waxay leeyeen farmaajana dhibaateeyay farmaaja dagaal qabow nagula diray farmaaja geeska afrika naga saaray farmaaja oo nooc il qaba naga arsay bay leeyihiin marka soo laga baarsan tigreegi tigreegi ilaaha qoro arko amarki maskaxda oo eegoo xumaa oo ka fakta tigreegi rabbi noo aray waa ko marka labaadna hadda hadiya aray waxaanu mahadba hayna ilaahay weyn midda labaadna abdi ahmed aan lahayna aad u baahsan aad baad u mahadsan tahay hooyo Soomaaliyeed alow salaam aleikum magacaagi halkaan daga soo wacayso halow
هلو مقعاقي هلكان نغسا وعيسو هلو السلام عليكم فاطمة سيدو أهلا تاما قال لك اسمها يا عدو هايستي الله قوص لقوم عدو هايستو هلو السلام عليكم aad baan kaaga qaaday mudan sidoo aad aragtay magaalada Kismaayo ee Kenya oo istaan loo qalsado goob aad ugu haysto iska qirqiye meelahaas saxaafadda wax weeye meesha waa dimuqraadi xibeen wax marrate maalintii wax weeye loo boqoro saxaafad qabta leh imini joojiyaysa mare khayrada waxa leedahay khayra duwayo awalba wax weeye social media la ku bixisay waa fashilantay idin kuma soo doorareyso jiir cuway aan isku reernahay oo ilmaheernahay wax leedahay ama lacag soo sii ama wax kale soo sii wadanka sudan metro daa wax tigelnay aad baad baasatay gureyso gureyso garaad gureyso sardarad gure aad baan ku salaamayna dadkan ugu badan sardarad gure fool aan ku shooyaan oo qaban fool aan ku shooye khayra lacag soo siiye marka fool yaan oo qaban ninka sidoo metro warta gado dhan waxa weeye ka soo horjeeda waxaan qaatayaan oo qaban too ninkaas waa fool lacag ku shubo aad baad baasatay gureyso qadka xiga السلام عليكم مقعد يالك عندنا سوى عيسو لالك سلام قا السلام عليكم مقعد يالك عندنا سوى عيسو مقعد يالك عندنا سوى عيسو والله عطاس والله عطاس وعلي السلام عليكم والله السيد وعلك تا إن ما ملك مقال لك اسمها يكجر كنيان كان لو قصد قبع دو هيسو هلو 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 aad baan ugu xumaa waa laga xogay waa laga xogay waa laga xogay assalaamu calaykum alaykum assalaam raxma hooyo soomaaliyeed soo dhawow sad u aragtaa in magaalada Kismaayo loo aqoonsado goob cadawga haysta kadib markii hay'adaha dawladda ka howlgali waayeen maanta ay u fududahay magaalada Kismaayo imaanshaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxaa cabdullaahi farmaajo iyo uhuru kenyatta u fududahay halka wasiirka kenya ee gaashaandhigga monica juma iyo wasiirkeena gaashaandhigga monica juma ay u fududahay taliyaasheena ciidamadu ay taliyaasha ciidamada kenya u fududahay imaanshaha magaalada Kismaayo soo maanta kale waajib ma ahan in dawladda federaalka ay shacabiga soomaaliyeed buu aqoonsadaan goob cadaw haysto ku soco walaalow haddii aan fikirkayga ka dhiibto magaalada hadalka aad ka hadlaysid magaalada Kismaayo waa magaalada Soomaaliyeed madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweyne Soomaaliyeed magaalada Allah yaa cizzak annaga ma aynayna madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed inuu maaragtay wadanka dhan tagay mas-uuliyad ka saaran tahay magaalada Kismaayo magaalooyinka ay mas-uuliyad ka saaran tahay bay ka mid tahay saddex sano oo hore ayuu sano qabatay saaray dad shacabba ku nool gaala kuma noola dad baa daa waxmay oo dhaqtar la geeyo la waayay dad baa maxay ayso mig la'aan u dhinteen xataa saniyo madaxweynaha si balan atay siyaasad isku hayaan ayagu siyaasadda isku hayaan laakiin dadka shacabka madaxweynuhu inuu goolomiyo xaq uma laha adigu in marka waxaa leedahay loo aqoonsado meel ay kenya haysato xaq uma lahan baa leedahay magaalada Kismaayo ciidanka Kenya jooga wuxuu la mid yahay ciidamada Burundiga ee Muqdisho ayagu ay dadka ku baarayaan ayay la mid tahay aad baad u mahadsantahay fikirkaaga waa saliim hooyo Soomaaliyeed oo kugu ixtiraamaynaa waa kugu ixtiraamaynaa aad baad u mahadsantahay guuleysa hooyo Soomaaliyeed waa loo baahan yahay Axmed Madobe waa Axmed Maxamed gudoomiye soo soco soo gal Axmed Madobe waan ogol lahay anagu waxaan qaadaynaa cod bixin ilaa hadda waxaan haynaa laba gabdhood iyo wiil oo taageeray nidaamka Axmed Madobe taageeray inta shacabiga Soomaaliyeed ee boqolaalka gaarayna ay taageereen nidaamka dawliga ah ee Soomaaliya asalaamu calaykum sharcigana ay taageereen sareynta sharciga aad baan kaga qaaday codka iska hagaaji sida gabadha hadda landheeraha oo hadlayso kale u hadal seed u aragtaa in magaalada Kismaayo ee Kenya ku haystaan ee hay'adihii dawladda la tagi karin
دولة فدرال كا سوماليا يستطيع كرن أي كينيا هاي ستين لو أقوان سادة قبو عدد هايستو محمدو أعرنت قوة قرطة سوماليا وليكوتشيو وانت إنا تنير كوتشيو ووغي هاي كسمايا وحاكا سعادة يعدك عانتا كوهيسا مقرطة واقرني kismaayo inay tahay saldhiga ugu weyn oo dawladda Kenya oo sida aad sheegaysid sirdoonkoodu ka soo dagaan oo aadan baradu caalintu ka soo dago madaxda Soomaaliyeed oo qaranka madaxda Soomaaliyeed ku aflagaadeen oo kasta oo Soomaali waa ka dhareen haya ku soo marka waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed inay ku baraarugaan in Kenya gacan bir la iska qabto دولت الصوماليات وملحوينها كيائي محمد عبد الله فرماج الله تعذره نسكت دوم نادو كيني يانا معامبرا لسكت غفتا مقرد السلام ورحمة الله بك هيا واقرت قوليسو 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقع عقيل كان درسو وعيسو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقع عقيل كان درسو وعيسو لال بشار غليف لمبر كيدا عدا كربو كقرية بغردة أيان 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 عاد كهجم حك السيا ضد كوادر كسو قيل لي أي بشار غليف لمبر كقربو كقرية أحمد محمد سحنوني هذاني مغليسان بشار غليف لمبر كسيا أما سحنوني أقصو هلا مين مين مغليسان آه السلام عليكم ولا العطف بس كهجا جسد وأسه هذا هذا سه هذا تلفن عادي هيو كي يقصو وعي هذا العطف كهجا ليسين واحد دقيقه كوكو جلس قبل عبدالله هلا والسلام عليكم عليك السلام ورحمه الله وبركاته سيدو عرقتا ان مقالك اسمايو كينيان كويستان وهيئه الدولته كول قال لك ان مدحده قرنك او اميرته كسخون اي اميرته كينيا كسخدان لو قوسد قبعد او هيستو ارنتا سوا وقلب كسمايو ومقاله سوماليات امه اسلام او سوماليات اكو نور marka siyaasada marka la raadinayo in shacabka la dhibo ma aha Kismaayo waa nabad way fiican tahay dadkeena ku nool marka dhibaatada aan laga daayo iyo siyaasada lagu meereysanayo okay su'aal baan ku weydiinayaa maxaa loogu diiday hay'adaha dawladda inay ka tagaan meesha maxaa saraakiisha ciidanka lagu socday maxaa wasiirkeena loogu hayay saddex habeen airport-ka magaalada Kismaayo oo Kenya kugu diideen وأنا أقول لك أنا 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 لك أنا أقول لك أنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد وارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد وارك تكسمايا لا قصد قوب عدو هايستو كسمايا قوب عدو هايستو تهوان إن لبو في عيان كعدو بصومالي كوة إن ودمال غربها نشوقنا أود بانكو كرسرينا ودن كنك فيوتر بانكرنا مستقبل بانكرنا قبلنا وما أقولين دادو ودن كقصاين وما أقولين عيان كإدو دانا وحان نقضي إلا بوفيان رالي كنهي and سببتا أي مركز دادك قارو تاقيريان أحمد مدوبي إيا نظام كيسا نفل عارقة إي كيانكا ما أنت وحان نقصونهي مدحوينها جمهوريدة فدرال كان سوماليا مدر محا عبد الله فرماجو كسمايا متاقي كرو أهولو كياتنا أصور إذن ويديسان بو إيمانا يا أسين سراكيسيسا ميان مركز لأولين كنوا قوب عدو هايستو بشارة قليف علي لمبر كان كوركو قرن أخري أو صو وصاو كيغا سوا أدو حان نقصن كنسو waxay u tahay waxa wayan dadku waxay u taageerayaan waxa wayan waa dad ee la faha ka gashay in qabiil ahaan u taageeray qabiilna waxba ma sheegayo afar nin ma ugu weeyahay axmed magaalo iyo kan ku xiga mariixan war waxaan dhihi lahaa anigu i don't care nag mariixan baan ahay laakiin waxaan oran lahaa wax cayaanka ah ee muxuu ahay dawladda mucaaradka ku ah hore looga socon lahayay lugta dambe ku dhagan أنا هاي تودكيني وسأعديدن واحد دين له هلا بوفي هلا بوفي. آد بعد ما هالسنتاي آد بعد ما هالسنتاي. إن إلا يهدا واحد هينا واحد نظام كعريقة كينيان كايا راديك تكريقة تاجرسن لبا كاينا لبا قبل واحد تاجرسن لبا أحمد محمد السلام عليكم.
aad baan ku salaamay adoo raalli ah lambarka hadda iga soo wacdayna ugu dir boqoradda bishaare qalif ugu dir iyadoo xanaaqsan la soo wacdo maadaama aadna qoyahla tahay qaraala tahay seed u aragtaa in magaalada kismaayo ay 12 sano ciidamada kenyaanku ay haysteen hay'adihii dawladda aysan ka howlgelin madaxweynaha uusan tagi karin ra'iisul wasaaraha tagi karin ciidamada ay tagi karin in loo aqoonsado gobcada haysto ku soo halow sanadood ee ciidamada cadu waa dalkeen haystaan dadka waxay u haystaan kismaayo inay tahay magaalada Soomaaliyeed laakiin ma ahan kismaayo garis waa iskumid kismaayo mandera waa iskumid waa meela alla ya izzak qoso halow dowladda waa inay difaacdaa dalkayda u dhaartay waa inay difaacdaa magaalada Kismaayo Soomaaliya ka mid tahay dhulkeena horaa owl laga haystay NFD iyo Soomaali Galbeed kuwaas maxaa la oran jiray gumaystaha ayaa dhankaas u xariiqay laakiin keeya inay ayaga dalkeena soo gasho oo gudaha Soomaaliya ay sabanka soo gasho ee Kismaayo qabsato waa arrin xun dad badan oo kusoo wacayaan maqlay oo leeyahay Kismaayo waa magaalo Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed baa joogo dad Soomaaliyeed ma joogaan magaalada Soomaaliyeedna ma ahan waa magaalo lagu gumaysto Axmed Madow waxba kama ahan ciidamada Kenya haystaan uru kenyata kusoo degi karo maalinku jumaa imaanayso taliyaha sirdoonka kenya imaan karo ma ahan meel ay soomaaliya haysto waxay farmaajo ma tagi karo qofkii dowladda federaalka ki imaanayana kenya ayaa amnigooda sugaysa waa meel ay kenya haysato oo ay cadow haysto aad baad umahadsantahay guulayso bishaare khalif lambarka u dir walaal oda raalle u dir asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wacalay magaca gaalka naga soo wacayso walaalmaga maryan ay seed u aragtaa magaalada Kismaayo in loo aqoonsado goob cadow haysto waa gud wallaahi in loo aqoonsado maahane waa in haysta gaadaan la geliyey ilaa inta laga fareynayo waa ku faraxsanna sababay sababta aad u doonatay in magaalada Kismaayo ciidamada kenya ku haystaan godon looga dhiga maxay tahay ma kuli kenyan ku haystaan macnihii in laga saaro cadow haystaan ku yidhi in cadowga haysta laga saaro ha kenya iyo axmed madow in la israaciyo laga saaro ay noqoto xero soomaaliyeed cabdilla xero soomaaliyeed ma waa xero cadow weeyaan hadda waa xero cadow waa leedahay ha waa xero cadow weeyaan waxaan ku habdi kunaa in laga saaro isaga iyo macnihii waxaan ognahay inuu tikra iyo keensadeen meesha iyo kenyan marka isaga iyo wixii keensadaba in laga saaraan hadda kunaa iyo waxa uu meesha ku dugsanayo ciidanka kenya adigu waxaan filayaa darwiish baa taar malaynaya yaa adigu darwiish baa taar malaynaya codkaaga maxaanay darwiish ha darwiish baanay ha codkaagan garanaya waa dadkii halgankii ku barbaa lagu soo barbaariyay lagu anqariyaa taa aad baan ku salaamaynaa guuleyso aad baan ku salaamay walaalahay guuleyso daraawishtu waa dashii halgan ka waaye ayagu kama gargartamaan waxaasi aad ka sheekeynaysaan iyo xaafadahan ku mashquulna iyo waxaa shaqo kumalaan asalaamu calaykum magacaaga yeelka naga soo wacayso habatikana kuwa sasa kenya unasema nini halo kismaayo halo habatikana kuwa sasa halo hala marxaba asalaamu calaykum aqal kariim magacaaga yeelka naga soo wacayso waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalow may baan ku wacay wadamada khaliijka wadan ku jira arlaadi ki salaame hadhow haye saa soo kala ninka salaame haye haa walaal waxaa waay aragtideyda kismaayo kenya xoogay ku haysataa aniga qof farmaajo shaqsiyan uma taageertani markaa shaqsiyadeeda aan ka hadlo laakiin marka qaranimada soomaaliya ay imaado wax laga midaysan yaa jirto meesha kenya xukunto anoona u gafaynin beesha axmed madow uu ka dhashayna waxaa waay NFD iyo kalalka shanaad ayagaa u badan weligooda dad gumaysta u adeega waay in la garbaasho oo waddankeenana xoog aan ku dhacsanaa taabacsanayani markay xaaladda oo midnimada soomaaliya marka ay imaado wax oo ninaan necabahay ninaan jeclahay wax lagu yimaado maahan qof hadduu farmaajo necab yahay anaan necab laakiin marka ay midnimada soomaaliya iyo jamhuuriyadda soomaaliya ay imaado
waxa in cadaw loo shaqeeyay sida gaarisa iyo maxayahay jigjiga amal inay dad guligooday dad oo adeeg jireen haddana laga yeeli maayo wadanka macnaha in laga saaro way Kenya wax ay wad wax la doon qaadan kara maahan galay dadka ku leeysay Axmed Madow wuxuu yiri gedaha laga saaro ciidanka gobolkeen la geeyna askariga Soomaaliyeed marka gada laga saaro yaa gobolkiisa la geeyna meel ayaga ay lahayn ma jirto ciidanka Soomaaliya meeshuu rabuu jooga meel alaale meesha lala doono taagnaana marka aniga aragtideeda waxay tahay in Axmed Madow waa kuwii oloshood shaqeystayaalka oo gudaha cadowga hoggaamin jiri waayay in waddanka laga saaran taabacsan ay shaqsiyan aasi u naceeb ah u qabana maahan naceeb qabiilkiisa ah u qabana maahan laakiin qof kasta oo adag u adeegayo in waddanka laga qabto waa wax ani saydeeda fulan aan qabo aad iyo aad aad iyo aad ku salaamina alanka okay intaas inaad maymay ugu sheegtaan rabi lahayn dad fara badan aa jiro maadaama ah dadkii arladan arladii aa tahay inaad ugu sheegtaan rabnaa kenyaanka af maamay kula hadal sharaf sakiin soo maqlo halo halo alanka okay boqoradii bishaara khaliif lama hayo boqoradii bishaara khaliif lama hayo boqoradii bishaara khaliif whatsapp ka fur salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قاعد يالك أنا قصوى عيسى ورالو. وعن جوا دركا فرانسيس كم قاعد محمد أحمد علي الضاع. أنت عن والله صعبة لكن أنا هل كلمة قد صنع. أوكي سدوار تم قرارك اسمايو إن لا أقوم صدق جوب عدو قال كينيا دلك إنك خصو دوري أكوبيشن كأم جميستها دلك إنك خصو دوري أو هايستو. إيه تاسوا قراءة صنع لك تاس كلمة ما أهم aniga madaxweena farmaajo waa taageerna wadankaana waxa waye madaxweena lamid ee wadankeena soo marin laakiin aniga hal maada karabna ma ahan maata safaarada la kala qaadanay iyo waxa la kala qaadanay waxaas aniga wax ka weyn u baahanahay waxa u baahanahay ciidanka kenyaanka inuu wadanka xor ayaa u leenahay wadanka inuu keenayno u baxaan ee warqad soo saaraan hadii xuquuq ku joogan ka dib anaga wadanka u iimaaneen anaga iska dhicinayno Allah yaa xizag Allah yaa xizag waxaan filayaa inaad tahay nin ragalood ah inaad nin ragalood ah tahay filayaa ma sha Allah aadi aadan ku jecelay soo dhawow aniga qabiil min kuma taageeray farmaajo aniga hadii dhinac loo fiiriyay in hadiyan ahay waxaan ka soo jeedaa dhinaca abgala ka soo jeedaa dadkan mucaaradkan wax waaye dad dhul iyo dal iyo dad kan xayan ma jirto naftood bisi u shaqeeyaan anaga waxa u baahanahay madaxweyne farmaajo ee warqad soo saaran dalka ulul amri wadanka asiga haasta asiga waaye inuu warqad noo soo saaro oo na dhaho dadkan ciidankan kenyaatiga ma aan safaarada kala racdeena ma aan ciidankan kenyaatiga inuu dhaho wadanka anaga baxan haddii abood ku joogaan kadib anaga jabhad ama anaga iskaga dhicinna taaxiidan ma baxna aad baad umaasanta guuleysa walaalkay guuleysa ilaahay ku barakeeyay guuleysa wadaniga soomaaliyeed guuleysan leenahay war soomaaliya ay wada jeedaan dadkii soomaaliyeed way kaalbaxeen qabyaaladda iyo beenta iyo baqbaqda waa laga ilbaxay des waxay maanta waxay maleysaa reality-ga soomaalidu waxa ay nusu qabna iyo markii cadaw shisheeyo na soo dhexgalo oo dalkeena qabsado way ka duwan tahay ummadda soomaaliyeed waan jeheysanayna hadalka ninkaasi aan taakiidinayaa madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee madaxweynaha ugu horeeya waxaan ka codsanaynaa inuu nagu dareeriyo dowladda kenya cadowga ummadda soomaaliyeed dalkeena ku soo disho inuu nagu dareeriyo inuu warqad soo saaro uu yiraahdo kismaayo waa gob cadow haysto dowladda kenya ha ka baxdo annaga shacabiga soomaaliyeed baan naga ku dareereyno waa rutiis qurbaha iyo gudaha intaan joogno waan dalkan aadaynaa gudahaan u gelaynaa waan ka xoreysanaynaa dalkeena kenya mana haysanayso ninkii soomaali ah waan ka digaynaa waxaan leenahay ninkii soomaali ah war dalkeena wada leenahay war ilaahay baana wada siiyey war dalka inaga wada dhexeeyo haddii aad wax tabanayso haddaad sadbursi rabto miiska wada hadalkeena ugu imow laakiin dalka kenya ku qabsanaya caqligaas ma ogolaanayo salaamu calaykum idoga hayte marka aqliga saliimka ma ogolaanayo garashada saliimka ma ogolaanayso aqliyadu ogolaan mayso kenya wataa waxaan doonaa ku sameynaya ma ogolaanayno war dalka anaga iska leh soomaali baa wadanahay aynu miis wada hadalka iskugu imaano meel baan taabsaday dowlad baan soo kaxaystay waxaasi waa iska riwaayada mujaamalaad waqtigoodii dhammaaday wey
واد مغلي سنت كريجي واحد كياري واد مغلي سنت كريجي واحد كياري عاد بنا جحر النهاي قد كان كحر المدرة هاسي واحد كياري تكريجي واد مغلي سنت يوهين تكسعتي واد مغلي سنت كريجي يوهين تكسعتي فرماجة سان نوقري الدجال كي قوانا ورد الدجال لما يقدر كنا قصاري وعلى النهاي فرماجة همبلية همبلية شغف يا عمبا ضغبتي ومد الصومالية دي عدو عدو جاي حسوقا وضغا عارتي ما انت تكريجي سراكيش وسر رئيسان la soo qabtay darasiyon gabra markaayil wala soo qabtay geetajo asafa wala soo qabtay barkad samu wala soo qabtay sirakish la dhowrta tigreego oo dhanba la soo wada qabtay oo gacanta lagu haya ilaahay baa ku mahadsan salaam aleekum aleekum salaam rahma hooyo soomaaliyeed ma ku soo noqotay may maqlaysa ها سيد وارك تاين مقالة كسمائية كيام كوايستان ايقو ميستان كون جرتو إلا قوصة قوم عدو هايستو هلو هوي صوماليات السلام عليكم وعليكم السلام هوي صوماليات سيد وارك تاين مقالة كسمائية إلا قوصة قوم عدو هايستو وفي صحة هاي صومالي باسكالي هاي ياسي قنوين كبه حام ما شاء الله تبارك الله سببت هذا قصار سكين معيته وحن قصار الصومالي وهو بده يستلم سياسة مرها الله يا عزك بوادنا درس وعي سوتن كسوس رلان الصومالي قليسو صومالي هاد قليسو الصومالي هاي سلام السلام عليكم ما قاعد قال كان درس وعي سو إيه ها سفايلن أريدو تقريبا أنت كذلتو aad iyo aad hooyadaasi aad iyo aad bay maasan tahay hooyadaasi aad iyo aad bay maasan tahay hooyadaas oo ciida ciyaalka axmed madowe oo ku hosnoola waa hooyo ciyaalkii tigreega ka howlana waxaynu ka cudur daaranaynaa waqtiga gabagabaha awgiis soomaaliya ha guulaysataan oo leenahay annagu asbaabta aan kenya dalkan kaga saarayna waxay tahay aynu ku diidanaha kenya waxay tahay in dalkeenna soomaaliya maanta hay'adii dastuuriga ahaa ee dalka aysan ka howlgali karin kismaayo waxay naga soo maray dhacdooyinkii aadka u xoog badnaaba ka dhacay oo ay ka mid ahayd in taliyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dastuurku siinayo dowladda dhexe inay magacaabdo taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed laga soo celiyo magaalada kismaayo sidoo kale waxay dowladda federaalka soomaaliya u dirtay wafdi dowladdii xaasan sheekh maxamed wasiirkii gaashaaniga dowladda federaalka soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo ahaa wasiirkii gaashaaniga oo ahaa ninka soo jeeda reer jubbaland wasiirkii gaashaaniga ee heer federaalna ahaa ee eraboolka jingad ku taallo oo bilaa masuqlo ah ayuu saddex habeen ku jiray taasoo ah ilhaano iyo jariimo dowladnimada soomaaliyeed ay ugu geysanayeen ciidamada cadowga ah ee occupationka kenyaanka ee dalkeenna ku soo duulay waxaan leenahay dowladda federaalka soomaaliya haddaynu nahay annagu shacabka soomaaliyeed tigreegi waa baaba'ay abi dalkiisii waa badbaadiyey sharciga wuxuuna u cuskoday in midnimada iyo sharciga dalka la ilaaliyo lihagga maasdabak xaqa oo la ilaaliyay ka mid tahay etoobiya aan dhinnadkeeda la ilaaliyay ka mid ahayd maanta waxaan leenahay dowladda federaalka soomaaliya okay bishaare khaliifa hadda soo gelisa waa ku shidee boqorada waxaan leenahay marka dowladda federaalka soomaaliya waa ka qabanaysa dowladda federaalka soomaaliya waxaan uga baahannahay in ka codsanaynaa haddaan nahay shacabiga soomaaliyeed war dalka adinkaa mas-uul ka ah maanta madaxweyne adiga iyo uhuru kenyatta adiga iyo uhuru kenyatta waxay u fududahay imaanshaha kismaayo uhuru kenyatta awaamirtaada maanta adu maanta madaxweyne jamhuuriyadda ah iyo awaamirta uhuru kenyatta awaamirta uhuru kenyatta baa ka socoto war dalka adaa mas-uul ka ah ummaddan soomaaliyeed badbaadi oo ka badbaadi cadowga kenyaanka oo dalkoodu haysto maantaas mas-uuliyadda aday ku saaran tahay waxa ay ka sheekeynayaan iyo qabaa'ilkan waxaan ma jiraan been weeye waa waxaan waxba ka jirin dalkani waa la haystaa mudana madaxweyne dalkan badbaadi uhuru muigai kenyatta ayaa magaaladaasi haysto shacbiga soomaaliyeedna ku xasuuqayo barna diyaarada ku xasuuqayo barna malcuunkan madoobe u dirsaday oo alo asalaamu calaykum بشارة صدو بشارة صدو هلا السلام عليكم اختي في الله
السوق 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 أنكو واحد بلوتوث كسوق السوق ولا شيء على وين دقايته سيف عن مين مغشى سيدوارك تاين عيدا ماذا مقال لك اسمها يهيست أكوبيشن كا كيان كا لا أقول صدا ميل عدو هيستو Welcome to New Rick. هلو ها ورعاد بان يوضا سلام يا بشارة ما تخصوه لغو مرة ما تخصوه لغو عن بلوتوث كوحده إلهي إلهي أكو بركي نوجع علي ويسوع ضيضنه هلو بشارة هلو Hello, Bisharo. waxaan leeyahay ariga fikirkayga dadka Soomaaliyeed oo social media ha isticmaala si fican bay u garanayaa sax ahmed madobe oo fadhiga wuxuu joogaa toronto afar dowladood baa iska bedeshay afar madaxweyne inta meesha fadhiyay oo dadka ku xasuuqay midkan jooga gobolkayga anigu aan ka soo jeeda ee deriba raba in adaw loo aqoonsado oo la buufiyo adigu baa buuxayste oo cadaystay oo diiday ciidamada qaranka Soomaaliyeed inay ka hawlgalaan gobolka oo maalin walba qof dhaqaya kisaayo jooga dilaa madax ka toogta ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa u jeeda meeshaas cadaw inuu haysto xoogna ay ku haystaan cadawga Soomaaliya waa Axmed Madobe ummadda Soomaaliyeed waa inay dhammaanteed isla qaadataa in lagu duulo la go'doobiyo wax walba oo dhibaato ah oo lagu saray oo lagu sameeyo si loo gaadiyo ummadda Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ay isku raacdaa in laga badbaadiyo cid kasta loo kaashan karo waa in loo kaashado sida aadiga ka haray dadka loo badbaadiyo labo qaranimada Soomaaliyeed waa in la badbaadiyo qaranimada Soomaaliyeed waxay qasab ugu jirtaa in ay Soomaaliya gacanta ka baxdo oo meelo badan oo ka mid ah ay adag ku soo dhiirradaan sida hadda maanta Soomaaliya iyo weerarkeeda loo qabay ku qabsadaan hadaan martayso ummadda Soomaaliyeed ay safarnay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad bishaaro soo dhow ku soo marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed iyo madaxweynaha qaranka iyo maxaa ku dhahay dawladda Soomaaliyeed war dawladnimada mar haddaad gacanta ku haysid waxa weeye waa awood Ilaahay siiyay awood sharci ahaan haysataa awooddaas ka faa'iideysa madaxweynaha dadka Soomaaliyeed uga faa'iideen markii ku horo aada qaadayaashaa oo baqtiga uu soo suuri jiray ee tigreegu meesha keentay ee madaxweynayaasha isku sheegi jiray ee gobolka Soomaaliyeed oo ku saray casuubku ka socdo gobollada Soomaaliyeed ee kale ku wada isku sheegi jiray markii waanu ku ognahay madaxweynuhu wadir iyo halyeeyo inaa qay looga faa'iide inta aad toogtid ilaahay uu may sambari ahaato waa inaad goor hoog bixisaa ahaybaa bixisa fursada ha ku fakarin
وبغداد الصومالي انت تسوكي بغداد قوهية سميه اتكت لكاشو تركي لكاشو اتوبيا لكاشو يهود لكاشو وإلا بغداد يا ضبط صدح ياس مدالكي احمد مدالك وإلا عمدر لغرطة لحصوقة اما قعن لغصوبة من بك إلى السيد آذن لجوالي إن بذكره أحمد مدوري قبل ما من الفاسة توسين تلك عن سبيل مياشا يا حسوقيا أمد الصومالية حسوقيا وإذا عم ترغل الغرطة وإذا يضر هاي ستاة دوك دوك ستاك عشان مدح ويني وكات ويوجع إذا مدر ويني بوهات فيها ويني كلا كلا ويني دين بارا جرا دولا دين بارا جرا لو عاف اللي يكون بدل لو عاف فيه وأجيب الدابين كده جلا يا من حيله جيب الدابين دكتور أنت هاي ورا تكرر الحصة إيش دكتور بالحصة كم سؤال بالحصة مرحان كده الحصة بتصير كده الحصة وإذا الدابين لا الكسير لا الكسير قدر لا الكسير لا الكسي قدر لا الكسي قدر بي لا الكسي قدر بي شرايا الحسوقي لا الكسي والله aad bay u maasantahay boqorada bishaar qaliif aad bay u maasantahay dad qof walba aqli leh oo Soomaali ah wax garanayo oo damiir leh oo diin leh oo dalkan leh jacal ka hayso saas uu hadlaya qofka qabiilaysan ee maanta xogaga yarka dabka ugu shidan yahay ama reerkooda u joogan laakiin Axmed Aamin Sane oo qabiilkiisa yahay war waxa ay daaqdo wax Soomaali wada leedahay war waxaan rabnaa maamul xor ah oo Soomaali ay leedahay oo dawladda federaalka Soomaaliya hoos tago oo Muqdisho looga taliyo oo xamar looga talin baan rabnaa waxaan rabnaa Soomaali garba siman waxaan rabnaa Soomaali arisdirin waxaan rabnaa cadaalad waxaan rabnaa sinaan waxaan rabnaa maamul aan mustacmarad ku jirin baynu doonina biidni Allaah kariim waynu gaarnaa halganka aynu wadno Soomaaliya ha guuleysato Soomaaliya ha israacdo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi